تحدثنا عن لاعبين فريق الطلبة ويعني مروان ربما مقبل على تجربة جديدة مع المنتخب، نتمنى له التوفيق. مصطفى الأمين ما كان حاضر بالمباراة الأخيرة. مصطفى الأمين بس بصراحة أريد الحديث. لا صار شوية هو والمدرب يعني حتى يكون للأمانة، يعني صار الرجل تدري المدرب هو صاحب القرار الأول والأخير. زين. يعني كان الخطأ مالته أنه قال له اليوم أنا ما أحتاجك، وهي وجهة نظر محترمة من المدرب، بس أنا ما لي علاقة بمصطفى زي. الأمين ولا بيحيى علوان. الرجل ما اقتنع راح شو اسمه للسكن. لا أنت تعرف أنت قائد الفريق. أنا ما كنت موجود. شوف إحنا هو هي صح وجهة نظر المدرب. المدرب اختار مجموعة تكون بالمعسكر. زين. الحجز استاد كابتن سلام. بالمعسكر الحجز. الحجز أنا. اسمه ما كان موجود لما راح يتكلم ويا المدرب. كابتن يحيى علوان قال له انه انت مستوى كان بالمباراه الاخيره مباراتين الاخيره ما كنت بالمستوى اللي هو المعروف عنك كمصطفى الامين اللي هو لاعب مؤثر. انا اعتبره اكثر واحد يحب يحيى علوان الصراحه مصطفى الامين. صراحه من شفته بالبدايه ما كنت مقتنع، بس بعدين من شفته بالمباريات ها عرفت انه مستوى يعني يملك مستوى راقي ولاعب لاعب امكانيه عاليه لاعب مؤثر. زين هنا دور سلام شاكر وين بتذليل؟ لا انا دوري محدود، انا لاعب. لا انتهت العمليه الان باقي لاعب يجي عادل التمرين. يقول لك اللعبه الجايه ايضا ما يجي. لا قافل تليفونات وزعلان عليك. اتصل بي رئيس النادي وباكر راح يحضر وراح يجي وهو ومثل والده يحيى علوان. واكثر واحد يحبه يحيى علوان المصطفى الامين بالمناسبه. كان ما وصلت هذه المواصيل. بس ما حد مدافع. لا هاي طبيعي طبيعي. طبيعي مسألة طبيعية. طبيعي لا يزعل. لا ودوري محترفين وأروح. لا مو زعل. لا مو زعل. طلع إجازة وراح. بس لا لا لحظة أستاذ محمد. لاعب ما موجود من ضمن العشرين لاعب المختار من مباراة القوة الجوية. هم غريبة. شخص ما شايف أهله صار له تقريبا شهر. أيوة. لا بس هي مو غريبة يعني مصطفى الأمين من العناصر والركائز الأساسية بالتشكيلة. ممكن مدرب ما خلي ضمن العشرين. مدرب يقول لك أنا أريد إنه يرتاح حتى يرجع. مو شغلة يعني مو فد شيء هذا. هواي مدربين. زين بعد هاي المشكلة والزعلة ما راح يصير فد شيء شخصي. لا بين الطرفين. لا شوف كابتن يحيى طيب ومصطفى يعني حتى أنا من رحت وقلت له ليش حكيت ويا المدرب زين حتى لو مجرد نقاش.